في اليوم ده 14 يناير سنة 1794 أجرى الجراح جيسي بنت لزوجته أول عملية ولادة قيصرية ناجحة في الولايات المتحدة. وفي نفس اليوم ده سنة 1814 انفصلت الدنمارك عن النرويج. وكمان في اليوم ده سنة 1935 بدأ تشغيل خط أنابيب النفط اللي بيربط بين مدينة الموصل العراقية وحيفا بفلسطين. وفي اليوم ده 14 يناير سنة 1958 افتتحت هولندا سفارتها في إسرائيل بالقدس لتكون أول دولة تنقل سفارتها للمدينة. وفي نفس اليوم ده سنة 1980 اتخذ مجلس الأمن قرار بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. وكمان في اليوم ده سنة 1985 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة الانسحاب من جنوب لبنان على ثلاث مراحل.